وهي مثل ما طلبتوا راح أعمل حاليا بث مباشر. مساء الخير عليكم وتحياتي لكم جميعا فردا فردا. طبعا أنا حاليا متواجد بمكتبة عامة وعم بدرس، ولكن بعد عدة طلبات من الأخوة فخلاص قررت إني أعمل البث المباشر هلأ، مشان يعني حسيت إنه لازم ينعمل وصار ضروري ينعمل البث المباشر للامتحان تبع اللغة النرويجية. هلأ امتحان السكريفتلي كلكم بتعرفوه، عبارة عن أسئلة علاقة بالنصوص الأدبية ومقارنة النصوص مع بعضها وتحليل الإعلانات وتحليل القصائد، وصارت معروفة الشغلة يعني الكل بيعرفها. إن شاء الله يكون صوتي ظابط لأنه عم بحاول ما أعلي صوتي مشان المحيط. امتحان السكريفتلي صار معروف للكل شو هو من خلال الجروب، من خلال المنشورات الكل صار يعرف شو هو. يعني امتحان السكريفتلي هو عبارة عن امتحان مثل هاد، في بالبداية غالبا أول سؤال بيكون عدة نصوص تعمل له مقارنة وتحليل أدبي بشكل أدبي، بعدين قصيدة وشرحها، بعدين السؤال طبعا الأسئلة اختيارية بالسكريفتلي ما في شيء إجباري. السؤال الأول اختياري، السؤال الثاني اختياري، الفرق فقط إنه السؤال الأول لانكس فار، السؤال الثاني كورتس فار. فبكل بساطة وبكل سهولة بالنسبة إلي أنا اخترت السؤال الأول النصوص الأدبية، السؤال الثاني الإعلان. طبعا السؤال الثاني يفضل مباشرة إنك تختار الإعلان لأنه أسهل سؤال أحلى سؤال هو الإعلان. يعني القصيدة صعبة بصراحة، الإعلان هو أسهل شيء بأسئلة الكورتس فار، أسهل شيء. طبعا فينك تاخذ معك اللي بدك إياه. اصلا هو الامتحان لما تسجل عليه بيقول لك بدك امتحان بالبي سي او لا، فاذا سجلت امتحان بالبي سي كمبيوتر تاخذ كمبيوترك معك، حتى لو كنت انت محمل اوريدي ملفات على كمبيوترك، ملفات نرويجي فيك تستعين فيها يعني مو صعب، او تاخذ معك الكتب تبع مادة اللغة النرويجية، تاخذ معك اي شيء شيء كاتبه بخط ايدك باللغة النرويجية مو مشكلة، كله بتاخذه معك. طبعا قبل بيوم تعملوا الفورويد للسداق، تاخذوا كمان ورقة التحضير كمان، يعني حتى الملاحظات اللي بتكتب على ورقة التحضير فيك تاخذها معك هي ورقة التحضير. فهمت شلون؟ يعني الشغلة مو هذاك الشيء اللي كتير مقيد، بس ببقي عليك الكتابة، صياغة الأفكار، صياغة الأمور، شرح الأمور بطريقة أدبية، هي الصعوبة. بينما الصعوبة مو صعوبة خلينا نقول شو لازم تعمل، صعوبة بطريقة التحليل الأدبي للشغلات هي. كمان في شغلة شو كانت هي، في بعض مواقع الإنترنت هن بيسمحوا لك إياها، لازم تسألهم أنت شو هي مواقع الإنترنت المسموحة. طبعا لازلت الآن أتكلم عن السكريفتلي، لا ما دخلت بالمنتلي. أيضا فيك معك تكتب مسودة وبعدين تحط على الكمبيوتر، طبعا بالنهاية راح تسلمون الملفات الحل على فلاشة وتسلمون ياها للأستاذ تبع الامتحان. فيك تاخذ معك اللي بدك اياه على الامتحان الكتابي عادي، يعني جدا عادي. طبعا بظن الامتحان السكريفتلي ما هو بهذيك الصعوبة بالنسبة لكم، بس امتحان المنتلي هو اللي لاحظت انه اغلبكم عم بيعاني منه. امتحان المنتج شو هو؟ غالبا هو الكابيتال 8 تبع العصور الأدبية، هذا يعني كتير مهم بالمنتلي، الكابيتال 8 العصور الأدبية. بس ما بيكفي إنك تحفظ العصور الأدبية، لأن العصور الأدبية إلى ملحقات. شو يعني؟ يعني على سبيل المثال أنا السؤال إجاني بما يتعلق بالعصور الأدبية، تكلم أو أحكي عن تشينتين أوف ناتوراليسم، تشينتين اوف ناتوراليسم، وده بكتير ات مميزات عصر الناتوراليسم. فانا جاوبت قلت لهم تشينتين هي كذا وكذا 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 الى اخره، كان بتميز بال 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 بالكآبة والحزن والى اخره. خلصت قال لي اوكي ديبرا اعطيني اكسامبل
عن الناتوراليزم، اكزامبل من احد النصوص الموجوده بكتابك عن الناتوراليزم. هون انا جيت قلت له نص تبع كارن سيول، اذا بتعرفوه، ما بعرف اذا بتعرفوه، اللي هو هاي المرة اللي جابت ولد بالحرام وبعدين نامت بالكوخ وبعدين ماتت من البرد هي وابنها. فقلت له كارن سيول هي، وقال لي اشرحها بشكل بسيط لهي القصة او لهذا النص. رحت له قال لي مين كتبوا لهذا النص؟ قلت له كتبوا هذا النص فلان الفلانية، هي مرة غاب عن بالي شو اسمها. فالمقصد من كلامي هو العصور الأدبية مهمة ولكن ملحقاتها مهمة. يعني مثال من النصوص عن كل عصر أدبي، مثال من الكتاب عن كل عصر أدبي. يعني مثلا الرياليسمن اسم كاتب من الكتاب الرياليسمن، خلينا نقول المودرنسمة مثلا، بعد ما تقول شنتين تبعه رح يسألك أعطيني اسم كاتب من الكتاب تبع المودرنسم. أي عصر أدبي ما رح يكتفي بالشنتين تبعه، رح يدخل معك بأمثلة من النصوص الأدبية وأسماء الفورفاترن يلي كتبوا بهذا العصر. هي شغلة مفروغ منها. طبعا رح نحكي حاليا، رح نرجع شوي لورا بالترتيب لحتى نشرح شو هو الامتحان المنتلي بكل بساطة. الامتحان المنتلي هو انك تاخذ ظرف اسئله وتروح معك 30 دقيقه للتحضير، تقعد بمكان مثل هذه اللي انا قاعد فيها هلا تحضر فيها الاسئله. يعني مثلا تمسك قلم وتمسك الورقه اللي عليها الاسئله وتطلع الاسئله وتطلع جواب من الاوراق اللي معك وخلص تكتب الاجوبه بشكل سريع بشكل ملخص. وخلصت 30 دقيقة، دخلت على السنسور، بلش يسألك. طبعا انت هون ورقة الأجوبة بإيدك اللي انت كاتبها، فورقة الأجوبة بإيدك، بس لما يسألك يفضل انك لما تجاوب تاخد يعني نظرة خفيفة على الورقة وتجاوب، تاخد نظرة خفيفة على الورقة وتجاوب، مو انه تضل هيك عم تحكي وتطلع الورقة وتارك السنسور ما عم تطلع فيه. فهذا شيء طبعا مو جيد. فهذا هو المثلي، انت معك وراء فيها اجوبتك او رؤوس الاقلام اللي انت كتبتهم خلال 30 دقيقة اللي طلعتهم برا، ولكن يفضل انك ما تضل عم تطلع الورقة يلي كاتب فيها هاي الكتابات. يفضل نظرة خفيفة على الورقة، نظرة على السنسور، نظرة على الورقة، نظرة على السنسور. في بعض الاحيان ربما يسألك سؤال خفيف من خارج الاسئلة اللي اجت. مثلا انا سألني سؤال خفيف جدا وحلو بس ما كنت انا متذكره للاسف. سألني قال لي بتعرف شو اسم النشيد الوطني تبع النرويج؟ قلت له اسمه يا في ايريس كارديتالان، هذا هو النشيد الوطني تبع النرويج. قال لي مين كتبه؟ انا ما بصراحة ما تذكرته وقتها، قلت له ما بعرف مين كتبه. طبعا هذا السؤال كان خارج الاسئلة ولكن شكله السنسور حاب يتسلى شوي. طبعا من الأسئلة المهمة أيضا بالمنتلي تبع السبروك هيستوريا، يعني ممكن يقول لك ممكن تشرح لي شوي عن سبروك هيستوريا وتاريخ اللغة، كيف بلشت اللغة مثلا، أو تحكي لي عن إيفار أوسن وهنريك إبسن هذول الشباب الكويسة، أو مثلا تحكي لي عن الفورشيلي ميلوم ديالكتر. الديالكت هون بالنرويج الكابيتال 5 بالكتاب سيجناتور 3 بيحكي عن الاختلافات ما بين الديالكت، ديالكت مثلا تبع تروندهايم مو مثل الديالكت تبع اوسلو مثلا. فالفورشيلي تبعون او اسباب الاختلاف هي مذكورة بورقة واحدة انا نزلتها بالجروب، واذا بدكم برجع بنزلها. هي اسباب الاختلاف هي الجيولكت، السوسيولكت، سيكسولكت، وهي الامور. يعني هي اسباب الاختلاف، باسباب اختلاف الديالكتر هن خمسة او ستة، يعني اسباب اجتماعية، اسباب جيولوجية، مهم جيولكت سيسيولكت بهي الامور، وبالاضافة لبعض خلينا نقول الامور الاخرى مثل التشوك ال والار والى اخره، بعض اللفظات المختلفة ما بين الديالكتر الموجودة بالنرويج. ولكن هذا هو السؤال اللي تنسأله عن الديالكت، ما هو اسباب الاختلافات ما بين الديالكت واشرحها. فالجيولكت هي الاسباب التي تتعلق بفورشيلي امرودر، جيولكت يعني جيولوجي او مناطق مختلفة، سوسيولكت هي اسباب اجتماعية،
انه كل مجتمع شكل. مهم يعني اسباب اختلافات متعددة. ايضا بالاضافة اسئلة مهمة بالامتحان المنتلي. طبعا انا هذا عملت الفيديو بسرعة، ماني محضر شيء ابدا، ماني كتير متذكر، ولكن يعني هي اغلب الاسئلة اللي بيسألها، ما غالبا سبروك هيستوريا، ايفر اوسن، هنريك ابسن، ديالكتر، الكابيتال الخمسة، الليتراتور تيد، هاي هي يعني اغلبية. قديش جبت بالمنتلي؟ ثلاثة. جبت بالمنتلي ثلاثة. طبعا جبت ثلاثة بعد يعني عن جد الامر متعب. انا اللي صار فيني شيء مختلف عن اللي عم بيصير حاليا بالجروب. اللي صار فيني انه ضليت فترة طويلة جدا ما بعرف شو عم باخد. قبل شهر من الامتحان انضغطت بشكل لا يوصف، اضطريت ادرس باليوم ما بين 7 ل 8 ساعات لحتى لحقت اعرف شو هي المادة اللي عم بدرسها، وقدرت اجيب هالعلامة اللي تعتبر عادية جدا. ولكن ما كان يعني ما كان في، خلينا نقول، حدا يشرح او حدا يفهم او حدا يعني مثل هلا. يعني هلا ما شاء الله الجروب تبعنا في نشاط، الكل فهمان شو عم بيصير حواليه، الكل فهمان شو يعني العصور الادبيه، ولا شو يعني الكابيتال الخمسه، ولا هي الامور الديالكت. بينما انا بصراحه ما كنت فهمان، خليني لكم 1% شو عم بيصير. الركلامة هي غالبا ما انت تستعين بالورقة اللي انا نزلتها كمان على الجروب، او تستعين بالاستاذ. شو هي؟ انك تستخدم الالوان الموجودة بالصورة اللي معك. يعني الالوان الموجودة بهالاعلان عشون بدل؟ هل هي الوان مريحة ام لا؟ هل هي الوان حزينة ام لا؟ يعني الوان حارة والوان دافئة الى اخره. تستخدم الكلمات المذكورة في الاعلان عشو بدل؟ يعني او تستخدم، خلينا نقول، التكرارات او الينتاجلسة الموجودة في الاعلان. بعض الاعلانات بتعيد نفس الكلمة، فهي بسموها الينتاجلسة او التكرار. عشو بدل هذا التكرار؟ تفاصيل الاعلان بتدل على اشياء معينة، انت لازم تشرح هاي التفاصيل وعشو بدل كل شغلة موجودة بالاعلان. مثلا يعني صورة طبيعة، مثلا مثل هذا اعلان الشوكولاتة، صورة طبيعة، فبتدل على شو صورة الطبيعة؟ بتدل على انه هاي الـ الشوكولاتة هي شوكولاتة نرويجية. ليش؟ لانه الصورة الخلفية اللي موجودة هي صورة مضيق جيرانجر فيورد، هذا اللي جنب برغن، مضيق مشهور جدا وحلو كتير. فبتدل على انه هاي الشوكولاتة مثلا شوكولاتة صنع النرويج مثلا، او هذا الشق اللي موجود بالصورة تبع اعلان الشوكولاتة بحسسك انه مثل شلال من الشوكولاتة نازل. يعني انت بدك تحاول تحكي بشكل ادبي يعني شوي. صحيح انا علمي ما إلي علاقة بالادبي، بس اضطريت صير ادبي واتعلم الحكي الزايد عن حده، والحكي اللي يعني ما بعرف احكيه، بس اضطريت اكتبه مشان لاني انا ما بعرف. والله انا بحياة عمري ما بعرف شيء عن الادبي. بس يعني طبعا بالنسبة للناس اللي بتسألني أسئلة جديدة عن اللغة أو عن بعض الشروحات، بس يفوت على الجروب في محل البحث داخل الجروب، يكتب فيه مثلا الشغلة اللي بده إياها، هو إلا ما تطلع له. طبعا حاليا أنا عم بعمل درايف على جوجل خاص في كل الكتب أو كل مواد الفيدراغونا الستة، لسه ما خلصت منه، بس خلصوا يعني شغلة أسبوع زمان أسبوعين، بنزلكم مجلدات كاملة فيها كل المواد وكل تلاخيص المواد. ولكن للأسف الشديد حاليا عندي تقصير بمادة اللغة النرويجية ومادة اللغة الإنجليزية، ما عم بلاقي يعني كافة تلاخيص الدروس. إذا حدا عنده تلاخيص دروس لمادة اللغة النرويجية شكل ملفات وورد أو ملفات باوربوينت، يا ريت يقول لي مشان نكمل الدرايف وظبطه على الآخر. لنحكي عن المنتلي بشكل نهائي، بما انكم كلياتكم طلبتوا المنتلي راح احكي عنه وخلص. انا ما ضل عندي شيء.
منتلي هو 30 دقيقة تحضير. خلينا نبلش من البداية، بتروح على الفيدراجون اللي انت فيه امتحانك قبل بساعة او ساعة وشوي، بيجي شخص بينادي اسمك. طبعا عم بحكي لكم اللي صار معي، انا بريفاتيست، ولكن على الاغلب نفس الشيء، على الاغلب ما بين قوسين بيجي شخص بينادي اسمك، بيعطيك ظرف الاسئلة وبيقول لك انه معك 30 دقيقة لحتى تخلص اجوبة بشكل سريع. انت راح تقعد بمكان معين، طاولة وكرسي، تفتح الاسئلة تجاوب عليها بشكل سريع خلال 30 دقيقة، بعدين تفوت على السنسور تجاوب عليها الاسئلة الموجودة وتاخذ وتعطي مع السنسور، وبعدين تطلع شوي لبرا، بيقول لك السنسور طالع لبرا شوي لحتى نفكر قديش بدنا نعطيك، بعدين ترجع بتدخل بيقول لك انت اخذت 4 مثلا، اخذت 3، هل عاجبتك علامتك او ما عاجبتك. فانت هون تاخذ تعطي مع السنسور، طبعا على الاغلب ما في نتيجة انك تعدل العلامة، ولكن يعني في مجال انك تقول له كنت متوقع اخذ اكثر، او يعني تاخذ وتعطي مع السنسور. الاسئلة المهمة مثل ما ذكرنا هي كابيتال 8 تبع العصور الادبية، والسبروكستوريا والديالكتر، والتكلم عن بعض الشخصيات المشهورة في مجال الادب مثل إيفر أوسن وهنريك إبسن. ما بعرف إذا نسيان شي. بالنسبة كم امتحان بالعادة؟ هلا بالنسبة للامتحانات النهائية، كم امتحان بالعادة منقدم يلي أخذها بسنة؟ 6 مواد. بدك تاخذ 6 امتحان، يعني تاخذ امتحانات مواد 6. ليش ممكن تاخذ امتحانات غير المواد 6 اللي عندك؟ يعني عندك 6 مواد رح تاخذ امتحان مواد 6، يعني الا في حال كنت انت في دراجونة نظامية، في دراجونة حكومية نظامية مو بريفاتيست. فحسب اعتقادي الشغلة فيها العاب، يعني بيلعبوا لعبة او حزورة مدري شلون بيختاروا انه ياخذوا امتحان ولا لا. ما بعرف شلون بصراحة نظام تبع هاي في دراجونات الحكومية، يعني بيعملوا قرعة على الامتحانات اللي بدهم ياخذوها، واللي ما بيطلع له معناتها هو ما بيطلع له هذا الامتحان. بس ما بعرف اذا بتأجل او بينجح فيه بدون ما يعمله، بس بيعملوا قرعة. ما عندي فكرة عن في دراجونات، ولكن بريفاتيست طالما انت عندك 6 مواد، طالما عندك 6 مواد ورحت سجلت على موقع بريفاتيست انه بدي اعمل امتحانات ل6 مواد ودفعت الرسوم 6 مواد. اذا حدا عنده اسئلة، اي حدا عنده اسئلة يا ريت يتفضل يسألها، لانه يعني ما بظن ضل شيء مهم بالنرويجي. يعني ما بعرف إذا حدا عنده سؤال يتعلق بالامتحان اللغة النرويجية يا ريت يسأله هلأ مشان جاوب عليه. طبعا مدة امتحان سكريفت اللي هو 5 ساعات، بس أبدا ما تستهونوا فيها، يعني ما تفكروا إنه إيه معنى 5 ساعات ناخذ وقتنا، ابدا ما تستهونوا بالموضوع. لانه انا بالبدايه كنت هيك، فكرت انه 5 ساعات وقت طويل، وللاسف الشديد يعني والله ما بعرف. يعني انا ما بعرف شو بدي انصحك، بدك تدخل هلسة او غير هلسة، هذا الشيء بيرجع لشو بدك تكمل بعدين. انت شو حابب تكون بعدين، على أساسه تختار الفيدراكونة. يعني إذا حابب تكون مهندس أو مثلا معلم أو هيك شيء، فأنت بدك تدخل جنرال. أما إذا بدك تدخل هيلسا، معناتها أنت رايح باتجاه التمريض أو رايح باتجاهات الهيلسا يعني بشكل عام، أو الأبوتيك تكنيك أو إلى آخره. اعتقد انه ما حدا ضل في عنده اسئلة، لانه بظن اعطيتكم الزبدة تبع امتحان المنتلي، يعني ما بظن ضل عندكم اي تساؤلات. وهي لبيت طبعا طلبات الجميع اللي دائما كانوا عم يطلبوا مني اعمل بث مباشر. كنت عم بدرس مثل ما كنتم شايفين، فجأة أنا عملت بث مباشر. ان شاء الله هيك تكونوا يعني وصلكم اللي بدكم اياه، مشان يعني
إن شاء الله تنجحوا بدراسة اللغة وتنجحوا بالامتحانات اللي جاية، وخاص نص إلك أخ توفيق، إن شاء الله يا رب تنجح وتتيسر كل أمورك. موفق ولا موفقة؟ شكرا لكم كتير. باقي معي تقريبا دقيقة، إذا حابب يسأل يا ريت يسأل أي شي باللغة النرويجية مشان نحاول قدر المستطاع ما نزعل أي حدا منا، ويقولوا لنا ليش ما استنيتونا، لأنه ما استنيتكم لأنه فيكم ترجعوا للفيديو بأي وقت، يعني بأي وقت الفيديو موجود راح يضل موجود، فيكم ترجعوا أيمت ما بتحبوا، يعني ما راح يهرب الفيديو. يعني أهلين عبد الحي، يا هلا على راسي أخي توفيق حبيب القلب. مثال عن الإعلان موجود بالجروب أخ عباس، موجود هلأ ببعت لك رابطه، أو بتفوت على البحث وبتكتب شرح الإعلان بيطلع لك مثال عن الإعلان الشوكولاتة، إعلان الشوكولاتة اللي هو أنا حكيت عنه واللي هو إجاني بالامتحان السنة الماضية. هاي الشوكولاتة الصفراء إذا بتعرفوها، شو كان اسمها، فريا مدري شو، مهم هاي الشوكولاتة اللي بتساويها النرويجي اللي كتير مفتخرة فيها. بس اكتب بالبحث شرح الإعلان، أو بس بعت لي رسالة على الخاص بركي أنا ببعت لك إياها. شكله ما ضل في حدا، ما أعتقد ضل في حدا لازم شي، لأنه عدد المشاهدات عم بيقل والمكتبة فضيت، وهلأ صار وقت الدراسة بصير أحلى لما المكتبة تفضى. ان شاء الله اكون يعني افدتكم، وان شاء الله اكون عم بعمل شيء منيح يعني يفيد الجميع. واي شيء بيلزمكم انشروه بالجروب، طالما هو متعلق بالفدراكونة راح وافق عليه، طالما هو خارج الفدراكونة انا اسف انه ما كتير يعني ما راح وافق عليه. مدة الامتحان عبارة عن زمن، مدة اي امتحان، سكريبتلي ولا منتلي؟ امتحان سكريبتلي هو 5 ساعات، امتحان المنتلي هلا ما في مدة محددة للمدة اللي انت فيه، ولكن على الاغلب هن بالظرف، بس تفتح الظرف راح تلاقي سؤالين خلص، بس خلصته خلص المدة، او عندك 3 اسئلة بالظرف خلص 3 اسئلة خلص، بس جاوبت على 3 اسئلة خلصت وقت، يعني شو بدك تقعد تساوي؟ ما في شيء يعني غير مدة انك تقدر تجاوب على الاسئلة، وبعدين خلص ممكن ربع ساعة، ممكن 20 دقيقة، حسب، ممكن نصف ساعة. الاثنين سكريبتلي 5 ساعات، والمنتلي حسب الاسئلة، يعني انت معك سؤالين خلصت جوابهم ب10 دقايق خلص بيقولك سنسور تفضل لحتى ناقش علامتك. هي طبعا حاليا انا عم بدرس تاريخ الهستوريا فاق، فما بعرف اللي بيعرف مادة الهستوريا واللي ما بيعرفها، طبعا كل هاي الأوراق هي هستوريا فاق، فمادة ضخمة جدا بدها رواق كتير، وبدها لعي كتير وحكي كتير صراحة، لهيك كتير بتخوف مادة الهستوريا أكتر من غيرها. أهلين يا هلا، أهلين أخ حسن، قومية أي قومية قصدك؟ مو قومية، سانفوس فاق هي اجتماعية، الحمد لله أخذت الفصل الماضي وجبت فيه 4 من 6. سانفوس فاق، سانفونس فاك كمان مادة ضخمة شوي، ولكن ما بتجي نقطة ببحر التاريخ، مادة التاريخ الله لا يدوقكم اياها يا رب، من اكره المواد على قلبي، ما بعرف ليش، يعني يمكن النرويجي كان اسهل مني علي. هلا تحياتي للجميع، وان شاء الله يا رب جميعكم تنجحوا وانا معكم كلياتنا ننجح بإذن الله. هذا الجروب راح يكون شغال بطريقة تفيد الجميع،
ان شاء الله تعالى. بالنسبة للدرايف اللي عم بعمله بس خلصه، رح احاول خلصه باقصى سرعة ونزلكن اياه مشان يكون عندكن كل المواد وكل الملخصات. هلا تحياتي للجميع، وان شاء الله بشوفكم مرة جاي بس مباشر تاني باذن الله تعالى. يلا سلامات عليكم كلياتكم، فردا فردا مشان ما حدا يقول ما قلت شي لحدا.